السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما اتكلمنا مع بعض في الفيديو الأولاني، وكانت مقدمة صغيرة كده عن موضوع علاقة الليدرشيب بمجال السلامة والصحة المهنية. هل العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية لازم ياخدوا كورس ليدرشيب، أو على الأقل لازم توافر فيهم صفات الليدرشيب؟ واتكلمنا مع بعض مقدمة سريعة عن فكرة الليدرشيب وهل هي مهمة ولا مش مهمة. واحنا جايين النهارده مع بعض، اولا نبدا بسؤال صغير كده، او مش سؤال، يعني انا في حاجه لاحظتها لما بيجي بوست كده بنشوفه دايما كلنا مع بعض في السوشيال ميديا وفي الفيسبوك كده، لما يجي يسال يقول لك مين اكتر شخصيه مدير انت اتاثرت بيها في حياتك؟ وتبص طبعا الاف الكومنتات كتيره جدا جدا جدا، وتلاقي بوست حاجه غريبه قوي، ان وده المعظم يعني نسبه 90% من 95% ان لم يكن 100%، تلاقي مثلا الناس اللي انت عارفها من مثلا خبرتها 20 و25 سنه في مجال مثلا معين، وتلاقي مثلا ممنشن لمدير واحد بس. ما حد لاحظ الموضوع ده قبل كده؟ يعني بص كده دايما على البوست الغريب دوت اللي هو يقول لك منشن لاحسن مدير انت تعرفه في حياتك او اتاثرت بيه، وتلاقي وبص هات اللي بيتكلم ده في الكومنتات تحت مثلا، بص عليه كده هتلاقي في الردود بتاعته هتلاقي ممنشن لمدير واحد او اتنين، يعني ده لو حصل انا ما شفتهاش. طب هي دي من الظاهرة حاجة غريبة لما يكون واحد شغال 10 15 20 25 سنة ويقعد الفترة دي كلها ما يكونش متأثر غير بواحد، شخصية واحدة بس؟ لا، الموضوع محتاج دراسة. الموضوع فعلا لو تلاحظوا اللي احنا في مجالنا تلاقي فيه مشكلة دايما، دايما مقريف ليه في الشغل، والله مديري بصراحة عارفني، وانت المالك عارفني، وانت الاستشاري تعبني، وانت وانت وانت، هو في ايه؟ الناس كلها عندها مشكلة. في مشكلة، في مشكلة اللي احنا ما اتعلمناش اصول ادارة الادارة مع الناس. جميل انك انت تاخد كورس في السكافولدنج، جميل انك تاخد كورس في الليفتنج والايزو وكل حاجة متعلقة في المجال، والنيه مش كل في مجالنا جميل جدا وطور من نفسك وبرافو، لكن العلم لما بتاخده بتعمل بيه ايه بقى؟ انت عندك نقص في حته، جزء صغير في كده، احنا عندنا نقص في جزء معين ما اتعلمناهوش ومشفناهوش، فكره الاداره والتعامل مع الناس وتنظيم الوقت، في حاجات كده جدا احنا ما عندناش خبره فيها خالص، ومع ضغوطات الحياه ومع الحاجات دي كلها مخليها الدنيا عشوائيه، فبالتالي كل الكابت الموجود في الواحد بيطلع على الناس اللي شغاله دايما معايا، وده وكلنا عندنا المشكله دي. طيب فانا طالب منك طلب، معلش لو ناوي تكمل وتسمع معايا الفيديوهات اللي جايه ديت، معلش اللي هيكمل معايا بس اللي يعمل الحركه ديت، ايه هي؟ اتهم نفسك انك انت شخص وحش، لانك انت لما تيجي هتكلم عن شخصيه الليدرشيب هنقول اللي هم 10 عناصر، تمام كده؟ طيب لما تيجي تكلم عن 10 عناصر دول وانت شايف انك انت كويس، فالموضوع هتاخده باستهتار او يعني تسمع ممكن بس حب استطلاع كده ايه اللي بيحصل عنك، لكن مش هتتهم نفسك. لما تيجي تتهم نفسك في حاجه هتلاقي نفسك عايز تعالج المشكله دي، لما تلاقي نفسك اول بند وهنتكلم عنه الاستماع والاصغاء للاخرين في العمل، يبقى انت حضرتك لما انت لو انت مش متهم نفسك انك انت عندك مشكله في فكره الاصغاء للعاملين، تعالى هنا انت ايه مشكلتك، ماشي؟ يبقى انت مش هتسمع حاجه اصلا، هتاخد الموضوع كده كلام نظري، وهو الكورس كلام نظري، لو ما خدتوش عملي لكل حاجه ما طبقناش عمليا يبقى انت كده ما عملتش حاجه. فانت رقم واحد عايز تكمل معايا الفيديو عشان نستفاد فعلا مع بعض، نحاول نتناقش ونوصل لحلول احسن ونطور من نفسنا احسن، فحضرتك مطلوب منك رقم واحد كده هو، معلش اتهم نفسك بالتقصير. يعني هقول 10 عناصر، اتهم نفسك انك انت مش ولا واحده في دول. ازاي يا جدعان ده انا، انت ما بتعرفش انا سمعتي حلوه جدا، ده الناس كلها بتشكر فيها بره. معلش يعني او تشكر فيها جوه. اتهم نفسك ان اللي بيشكروا فيك دول معلش نفاق او تطبيل زي ما بيقول، إيه علشان الموضوع يخلص، والا ما جاوبني على لما تلاقي في الكومنتات تحت ان مفيش حد بيمنشن لحد غير واحد، وفي ناس ما بتلاقيش، في ناس ما بتردش، ما مش لاقي حد فعلا، تاريخ اسود كله ما شفتش حد كويس فيه. فاتهم نفسك إيه، وانا والله وانا يعني مش انت لوحدك، اتهم نفسك بانك انت عندك مشكله عشان نبدا نشوف يعني الكلام يبقاش نظري، ونبدا نشوف الموضوع دوت ونحاول نطبقه على نفسنا واحد واحد، لانك انت متخيل لو فكره ان الناس كلها عندها سويه في التعاملات، تعرف تتعامل، تعرف تدير، والاداره برضو عشان يعني دي تاني حاجه، تاني حاجه الموضوع مش للمديرين بس، ف
فانت اللي تحت اللي سيفتي اوفيسر مثلا وعندك عمال وصناعيه تحت وتحتيك وعمال وشايفهم انت مسؤول عنهم، انت محتاج برضو هنتناقش في الموضوع. فانت تاني حاجه الموضوع مش للمديرين بس، كل واحد فينا لازم بغير بغض النظر عن البوزيشن بتاعه لازم يكون عنده عناصر او بنود الليدرشيب. خلينا نقول ان العشر عناصر دي تالتة ونقفل بيها الفيديو النهاردة. تالت حاجة اللي هم عناصر الليدرشيب، وانا واحد من الناس بدأت اتهم نفسي ان انا ما عنديش ولا واحدة من دول عشان ابدأ اتحرك وابدأ احسن من نفسي. اول عنصر مع بعض في الليدرشيب اللي هو بيقول لك الاستماع والاصغاء للاخرين في العمل. اتنين، اتخاذ القرار المناسب. ثلاثة، الثقة بالنفس. أربعة، الصبر. خمسة، الانسجام وروح الفريق في العمل. ستة، مبدأ الثواب والعقاب. سبعة، المرونة. تمانية، المسؤولية. تسعة، التطوير. عشرة، الالتزام بقوانين العمل. عشر بنود في صفات الليدرشيب. بإذن الله هنبدأ نتكلم عن العشر عناصر دول ونحاول نربطهم بالواقع بتاعنا في مجال السلامة والصحة المهنية، لأنك أنت هنحتاج كلنا إن احنا يبقى فينا العشر عناصر دول عشان نقدر نخلق بيئة عمل نظيفة مريحة ليا وللي حواليا من غير ما الناس كلها تبقى عندها كبت نفسي وضيق ونفاق واللي احنا عارفينه كله ده. تابعونا بإذن الله في الفيديو التاني نتكلم عن أول عنصر اللي هو الاستماع والإصغاء للآخرين في العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.